تم اليوم النطق في الملف الذي بات يعرف إعلاميا بقضية السرقة المفبركة، وتم تأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته مع خفض العقوبة بالنسبة لمؤازري أمين يقيني إلى 4 أشهر حبس النافذة، بمعنى أنه سيغادر أسوار السجن اليوم، وهذا ربما خبر مفرح وخبر يجعلنا أكثر سرورا. وفي المطالب المدنية تم قبولها بالنسبة لشركة هيت راديو في مواجهة مصطفى بوطهر وأمين يقيني والحكم عليهما بتعويض مدني تم تقديره في 25,000 درهم إن لم تخن الذاكرة. بالنسبه لمو بصفيحة هو له دفاعه ربما سيتحدث عنه، ولكن الحكم او قرار الدرجه الثانيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي في حقه ب4 أشهر حبس النافذه. ان لم يتم الطعن بالنقد في مقتضيات قرار انتهائي صادر بالادانه فسيتم تطبيق العقوبه، بمعنى سيتم تنفيذها 4 أشهر حبس النافذة. سلبا الحرية. المحاكمة لم تكن عادلة بل كانت أكثر من عادلة، كانت ربما جريئة في العديد من الأمور. تمتعنا كدفاع بجميع الامتيازات وبحقنا كمحامين في الدفاع وتقديم الدفوع وتقديم الطلبات، بمعنى أننا كنا أمام صورة مثالية لضمانات المحاكمة العادلة في شخص هذه الهيئة، والتي نكن لها كل الاقتدار وكل التقدير والاحترام، سواء اختلفنا معها أو لم نختلف معها، لأننا نعلم نزاهة هاتلية ونعلم بدرجة أولى نزاهة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وقضاتها.